لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، كتائب حزب الله تخطط للسيطرة على مطار بغداد والخطوط الجوية العراقية. في موقع الهيئة نت، مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة غير جادة في حصر السلاح بيد الدولة. في صحيفة المدى، الحكومة تكسر العودة الطوعية للنازحين ومنظمات الإغاثة تعبر عن قلقها. في صحيفة الزمان، إيقاف مدير جمارك وفتح ملفات فساد معابر كردستان العراق مع إيران. في القدس العربي، حمدوك يختار 14 وزيرا في الحكومة وتفاهمات لرفع السودان من قائمة الإرهاب. في صحيفة اندبندنت عربية، إيران تمنع الوكالة الدولية من تفتيش مستودع ذري. وفي العربي الجديد، رئيس الوزراء البريطاني يخسر تصويتا حاسما في البرلمان بشأن بريكزيت. السلام عليكم. الكشف عن رفات العشرات ممن كانوا في عداد المفقودين في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد سلط الضوء مجددا على ملف المفقودين والمغيبين قسرا، الذي تحول إلى قضية رأي عام بعد أن اكتوى به آلاف العراقيين. أحمد صبري يرى في صحيفة الوطن العمانية أن محنة المغيبين تكشف عجز منظمات حقوق الإنسان والسلطات العراقية عن معالجة هذا الملف الشائك. طبقاً لإحصائية موثقة تتداولها منظمات عراقية معنية بحقوق الإنسان، فإن أعداد المفقودين يقدر بنحو 250 ألف شخص بعد سيطرة الميليشيات الطائفية على المدن التي كانت في قبضة داعش، وانتشار عمليات القتل والملاحقة التي تسببت في ارتفاع معدل الخطف والقتل والاعتقال، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في حصيلة المفقودين في السجون السرية أو ممن لم يستدل على أماكن وجودهم. ووجهت أسر المفقودين والمغيبين اتهامات صريحة للسلطات العراقية بتخليها عن واجبها في حفظ الأمن ووضع حلول جذرية لمعرفة مصير أبنائها، خصوصا أثناء ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، حيث عانت الكثير من الأسر خصوصا في مناطق حزام بغداد من عمليات الاعتقال والخطف. لقد باتت أزمة المفقودين تشكل هاجسا وقلقا لدى العراقيين، الذين يعتبرون عجز الدولة عن فرض النظام والأمن هو من شجع الميليشيات الطائفية على التغول في المجتمع، إلى حد اتهامها بالتستر على كشف مصير الآلاف، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة المفقودين التي باتت قضية معقدة ضمن أهم الملفات التي يواجهها العراق. الكاتب يقول إن ملف المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا تحول إلى ملف سياسي في عملية الصراع على السلطة، واستخدامه أداة للابتزاز والضغط والمناورة في التسقيط السياسي، وأن ضحاياه هم المغيبون والمفقودون والمعتقلون الذين تحولوا إلى ملف منسي ومصير مجهول، وسجونهم إلى مسالخ بشرية. واجه هذا البرنامج الذي بثته فضائية الحرة الأمريكية عن الفساد المالي في الوقف السني والوقف الشيعي، واجه ردودا غاضبة من القوى الدينية، ما أدى إلى غلق القناة لثلاثة أشهر، وهرعت مواقع التواصل الاجتماعي لتهديد كادر القناة. زيد بن رفاعة يقول في صحيفة العرب اللندنية إنه كان من المفترض مناقشة ما ورد في البرنامج ودحضه بالأدلة والبراهين، وليس بلغة التهديد والوعيد والقتل للعاملين في هذه القناة. على كل حال، إن الذين ثاروا ضد قناة الحرة وتقريرها هم من القوى المحسوبة على إيران قلبا وقالبا. أما الحرة فقد أصدرت بيانا جاء فيه: أنتجت قناة الحرة عبر برنامج الحرة تتحرى تحقيقا استقصائيا مهنيا متوازنا حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق. من المؤكد أن قناة الحرة في حلقة من حلقات برنامجها الحرة تتحرى أوردت عنوانا لافتا للنظر ويؤكد على جوهر التقرير تماما،
أقانيم الفساد المقدس في العراق، وربما أثار القوى الدينية كافة العنوان قبل التقرير الذي قام بإعداده الصحفي العراقي معني جيزاني. تجد المرجعيات الدينية والقوى الدينية عموماً ذات الصوت الأعلى ضد الفساد وكل خطب المساجد التابعة للوقفين السني والشيعي في أيام الجمعة لا تكل من التفكير بحماية المال العام والتمييز بين الحلال والحرام، لكن عندما تكشف أوراقها تظهر هنا القدسية، وبالحصيلة فإن المرجعيات الدينية تلبس ثياب المعصومية التي ألبستها قديماً للأئمة من آل البيت. ويختتم الكاتب بالقول إن الفساد الذي عرضه تقرير قناة الحرة كان واضحا وبالأدلة، وكان العراقيون يتحدثون به صباح مساء، لكن من يقبل تلك الأدلة؟ بل من يقبل التحقيق فيها من الأساس؟ تجري قوى سياسية وتجمعات تحمل التسميات عشائرية بتنسيق مع الميليشيات حراكا من أجل تقسيم محافظة الأنبار واستحداث محافظة جديدة تحت مسمى الغربية. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن المتتبع للأحداث يستطيع الوقوف على حيثيات الحراك الجديد، لا سيما بعدما كشفت طهران عن خطوة مرحلية ضمن مشروعها الاستراتيجي تقضي بتأسيس طريق يمتد عبر محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى ليصل بين إيران وسوريا تحقيقاً للتطلعات. التقارير التي ترد بشأن حراك يفضي لاستحداث محافظة جديدة غربي العراق تحمل اسم الغربية تؤكد تورط أحزاب وجهات سياسية لم يسبق لها أن حققت شيئا غير الفشل في طروحاتها وميادين عملها في جميع مراحل العملية السياسية على مدى السنوات الست عشرة الماضية. فكرة التقسيم تحت مسمى الأقاليم أو الفيدرالية ليست جديدة، فهي زوبعة تثار من حين لآخر تبعاً لتقلبات المناخ السياسي في العراق، لكن المستجد هذه المرة وجود ميليشيات الحشد الشعبي كطرف قوي في المعادلة يدعم فصل مناطق الفرات الأعلى عن نظيرتها في الأوسط، بما يهيئ للفصائل المرتبطة بإيران والأحزاب المتواطئة معها مزيداً من النفوذ والسطوة والاستحواذ على ملفات الحدود والأمن والمسارات الاقتصادية، فضلاً عن منافذ تجارة السلاح والمخدرات وأمور أخرى كثيرة بدت بوادر بعضها تطفو على المشهد العراقي. وتشير أماراتها إلى اقتراب طهران من تحقيق خطوة جديدة في مسار مكاسبها في كل من العراق وسوريا التي تتحصل عليها دائما بضوء أخضر أمريكي تخفيه موجة الخلاف والصراع المفتعل بينهما، والتي تلفت أنظار المراقبين وقد تصرفها في أحيان كثيرة عن ملفات أخرى يراد لها أن تمرر دون عوائق. الكاتب يرى أن الأحزاب والتكوينات والتكتلات التي رضخت للإدارة الأمريكية والأوامر الإيرانية تسارع إلى تلبية هذا الطموح بإبقاء البلاد ساحة خلاف وفوضى واستحداث مشاريع آنية أو ترويج أفكار لا تعود مآلاتها إلا بمغانم رخيصة لمتبنيها، وإدامة النظام السياسي محافظاً على محدداته وأطره رغم اعوجاجها وعواقها. قطعت الانتفاضة الشعبية في السودان شوطاً جوهرياً على طريق الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الحراك الشعبي والمجلس العسكري حول تشكيل مجلس سيادي يشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن الحكومة السودانية المرتقبة يجب أن تكون ترجمة لتطلعات الجماهير التي أشعلت شرارة الثورة ضد حكم البشير. كان مقدراً لإنجاز هذه الخطوات الهامة أن تضفي سلاسة كبيرة على مشاورات حمدوك لتشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها في 28 من آب أغسطس الماضي حسب الموعد المقرر، غير أن تأجيلاً أولاً حال دون هذا تلاه تأجيل ثان في غمرة تقارير وإشاعات تتحدث عن بوادر خلافات بين رئيس الحكومة المكلف وقوى الحرية والتغيير، وصفها قيادي في المعارضة بأنها كبيرة.
من المستحسن في ضوء هذه المعطيات أن تواصل المعارضة حوارات بناءة ومثمرة مع حمدوك حول المعايير التي يضعها في قبول توزير زيد أو عمرو، ومن الأسماء التي قدمتها له قوى الحرية والتغيير، خاصة تلك التي تتصل بمقتضيات الخبرة والكفاءة وحسن التعامل مع شؤون الحكم وإدارة الاقتصاد ومختلف مؤسسات الدولة، وكذلك الابتعاد ما أمكن عن ترشيح الوزراء على أساس من الانتماء الحزبي المحض، والتركيز في المقابل على التمثيل الجهوي وتفعيل الكفاءات النسائية. وفي المقابل يحق للمعارضة أن تشدد على ضرورة استقدام الكوادر الثورية التي تتحلى أيضاً بكفاءات إدارية، وفي الطليعة أولئك الذين قادوا الحراك الشعبي في أحلك الظروف وخاضوا جولات تفاوض شاقة مع العسكر. وبحسب الصحيفة فإن الآمال المعقودة على الحكومة الوليدة ليست كبيرة ومشروعة ومليحة فقط، ولكنها أيضا تجسد خشية الجماهير الشعبية من مخاطر وأد الانتفاضة على يد قوى داخلية وخارجية مضادة، كما تعكس الإصرار على الانتقال بالتجربة الثورية إلى بر الأمان انتصارا لدماء الشهداء وإحقاقا للعدل والكرامة. نجحت حركة طالبان في مفاوضات جدية مع الأمريكيين في إملاء شروطها المسبقة لترتيب طاولة المفاوضات من دون مشاركة وفد الحكومة الموالية لواشنطن، وكان لها ما أرادت. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن تجربة طالبان ليست أولى التجارب التي لجأت إليها شعوب عديدة. الفيتناميون من قبل قاتلوا وفاوضوا إلى أن كان لهم ما أرادوا، وانسحبت واشنطن تجر أذيال الخيبة، وصور عملائها المعلقين بطائرات الإجلاء العمودية فوق سطح سفارتها ما زالت عالقة في الأذهان. نحن العرب لم نجد القتال ولم نجد التفاوض، ألقينا السلاح مبكراً وأعلنا السلام خياراً استراتيجياً وحيداً قبل أن ننتزع أي من حقوقنا، أو حتى قبل أن ننتزع اعترافاً مبدئياً بالأحرف الأولى بأن لنا حقوقاً. ألقينا البندقية في المستودعات حتى أصابها الصدأ، ودخلنا في ماراثون من المفاوضات العبثية من دون أنياب ولا مخالب، فكانت النتيجة أننا بتنا نطالب بتقديم تنازل إضافي بعد كل تنازل نقدمه على مذبح ما بات يعرف بعملية السلام، مع أنها في الأصل عملية تحرير واسترداد حقوق. ها هم شيوخ طالبان الذين طالما استخففنا بهم يكادون يجبرون الدولة الأعظم على النزول عند شروطهم كاملة. لن يبقى جندي أمريكي على الأرض الأفغانية، ولن تلقي الحركة السلاح ولا قبل ولا بعد انسحابهم. كل ما التزمت به الحركة هو ألا تجعل من أرض أفغانستان ملاذا لتنظيمات إرهابية تستهدف الغرب. شيوخ طالبان نجحوا حيث أخفقنا، وبرهنوا أن العالم لا يستمع إلا من الأقوياء فقط. شيوخ طالبان هم من ترجم شعارنا ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، أما نحن فقد استنفدنا جل طاقتنا في ترديد الشعار والهتاف به من دون أن نقرن القول بالفعل. ويختتم الكاتب بالقول إن حركة طالبان تنجح ونحن نفشل، طالبان تنتصر على الدولة الأعظم ونحن نهزم أمام وكيلها في المنطقة، أليس من حقنا أن ندعو لأخذ الحكمة من طالبان؟ نشرت صحيفة التايمز مقالاً افتتاحياً تتساءل فيه عن الخطوة التالية التي تنتظر بريطانيا بعد هزيمة حكومة بوريس جونسون أمام مجلس العموم بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتقول الصحيفة إن الهزيمة أمام مجلس العموم تركت جونسون دون أغلبية برلمانية وأضرت بخطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبقي خيار الانتخابات أفضل ورقة بين يديه.
الصحيفة تضيف أن رئيس الوزراء البريطاني تلقى لكمة في الوجه عندما وقف أمام مجلس العموم وخسر الأغلبية البرلمانية بعدما قرر أحد النواب في كتلة حزب المحافظين التخلي عن الحزب، وترى أن جونسون سيواجه صعوبات أكبر وهو يسعى إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، فالبرلمان شبه متأكد من وقوفه ضد إجراء انتخابات ما لم يتم التصديق على لائحة النواب تجبر الحكومة على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتضمن عدم الخروج دون اتفاق، ويجد جونسون نفسه بالتالي زعيما لحكومة أقلية غير قادرة على منع البرلمان من رفض سياستها الرئيسة. ولن يلوم جونسون في الواقع إلا نفسه، لأنه قرر تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع بداية من الاثنين في قرار غير صائب سياسيا وإن كان سليما من الناحية الدستورية. وتضيف التايمز أن تهييد جونسون بطرد النواب المحافظين الذين صوتوا ضد الحكومة هو أيضا قرار غير صائب سيزيد من حشد المتمردين عليه، وترى أن جونسون وضع نفسه في مأزق يصعب الخروج منه حتى إذا لبى جميع مطالب البرلمان وخضع للقوانين التي يطالبه النواب بالخضوع لها. الصحيفة ترى أن على جونسون أن يقبل حزب العمال إجراء انتخابات في أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن يرفض جيرمي كوربن إجراء انتخابات إلا بعد أكتوبر تشرين الأول، وعندها سيتعرض جونسون لإهانة سياسية أخرى عندما يضطر إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حظي طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار في ولاية استراليا الغربية. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إنه تم نشر تسجيل صوتي للطيار المتدرب ماكس سيلفستر وهو يتحدث مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث، وكشف التسجيل أنه كان هادئاً بشكل مميز بعدما اكتشف أن معلمه في الطائرة فاقد الوعي في الرحلة الجوية التي كانا يقومان بها يوم السبت الماضي. وقام مراقب الحركة الجوية بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران بالطائرة فوق المطار بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط، ونجح الطيار المتدرب في الهبوط بالطائرة وهي من طراز سيسنا بشكل يقترب من درجة الامتياز، وأوقف الطائرة في مكان بعيد عن المدرج الرئيس رغم أن عربات الطوارئ هرعت للمكان لتقديم المساعدة. طرح معرض في شتوتغارت في ألمانيا مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي تم حذفها من الهواتف الذكية وتحولت إلى النفايات الرقمية، بما فجر جدلا شديدا حول قانونية هذا العمل. وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فإن الفنانين الألمانيين فيليك جيرتنر ورومانو دوداس قاما بشراء 31 بطاقة ذاكرة من مختلف أنحاء العالم كان يفترض أنها فارغة، ثم استخدما برنامجا لاستعادة البيانات وملفات النصوص ومقاطع الفيديو. وأثبت جيرتنر وهو مصور فوتوغرافي أنه من السهل استعادة البيانات المحذوفة واستعاد بالفعل صورا ترجع ل3 إلى 4 سنوات ماضية. وأضاف جيرتنر أنهم يريدون صدم الزوار ومواجهتهم بالواقع وجذب الانتباه إلى الثغرات الأمنية، وقال إن المشكلة تصبح مرئية فقط عندما يتم تعليقها فعليا على الحائط أمام الأشخاص. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.